الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد فحياكم الله جميعا اخواني واخواتي اسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الاخره في جنته ودار كرامته امين اللهم امين من اجل اخلاق الانبياء عليهم السلام الرحمه كما قال الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد ذكرنا في الحلقه الماضيه بعض مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم باصحابه بالمؤمنين وتوقفنا عند سؤال ماذا لو اخطا صاحبي؟ من الطبيعي جدا والوارد والمشاهد ان نخطئ فنحن جميعا بشر ليس بيننا معصوم ولكن نجد من بعض الاصحاب غلظه وشده اذا ما اخطا صاحبه وهذا يعني خطا كبير صاحبك ان كان طبعا من اهل الفضل والخير هو صاحبك حتى وان اخطا لابد ان تكون رحيما به متعلما هذه الرحمه من نبيك صلى الله عليه وسلم وتعال معي لنرى يقول معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه بينما أنا واقف في الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل فقلت يرحمك الله قال فرمان الناس بأبصارهم قال فقلت واثكل أمي ما لكم تنظرون إليّ فاخذوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رايت كانهم يصمتونني سكت فلما انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فوالذي نفسي بيده ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وانما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران هذا مشهد متكرر نراه في مساجدنا الى اليوم ولكن مع اختلاف الاشخاص معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه صحابي كبير من الصحابه الاوائل وكان في بدايه الامر الكلام في الصلاة مباح. يعني اتني احنا بنصلي الظهر مثلا جنب بعض كده. فمثلا اللي جنب عطس فانا اقول له يرحمك الله. وهو يرد علي ممكن يهديكم الله وهكذا. فلما يعني استقر الامر امر الصلاة نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين فمنع الكلام. كان في هذه الاثناء سيدنا معاويه بن الحكم السلمي في سفر او في شيء لم يعرف الحكم. فلما عاد إلى الصلاة كان على الحكم الأول اللي هو إيه؟ واحد عطس فأنا أقول له يرحمك الله والكلام ده يعني. فهو لا لم يعرف الحكم ولم يدري ما الذي حدث فهو واقف فواحد جنبه عطس قال له يرحمك الله. شوف كلامه بيقول إيه؟ فرماني الناس. فرماني الناس بأبصارهم كأنها سهام. طب لما هم بصوا هو بقى مش يسكت، لا كمل. قال ثكل أمياء ما لكم تنظرون إلي يا جماعة في إيه يعني واثك أمياء طبعا كلمة تقال ولا يقصد حقيقة الكلمة يعني أمي تعدمني ولكن لا يقصد حقيقة هذه الكلمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ ولو تقصد حقيقة الكلمة لمات معاذ رضي الله عنه لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة إذا معاويه ابن الحكم السلمي قال: ما لكم تنظرون الي؟ يا جماعه مالكم كلكم يعني قاعدين تبصوا لي كده؟ خلاص؟ في ايه؟ قال: فاخذوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رايت كانهم يصمتونني، الجماعه دول شكلهم عايزين نسكت، سكت. طيب ايه المنتظر من مشهد زي ده؟ الكلام ده انا بقوله ليه؟ وهذا المثال اخترته اولا لما ساقول بعده. المنتظر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخلص يلتفت الى اصحابه يقول من فعل هذا؟ يقول فلما انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فوالذي نفسي بيده ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ما حرجنيش ما قالش مين اللي اتكلم وانت راجل كبير كده عيب كده تتكلم لا 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 ابدا 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 والله ما كهرني بمعنى قهرني من القهر ولا شتمني ولا قال لي انت ما بتفهمش او الكلام ده لا 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 ولا ضربني وانما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران احنا النهارده في مساجدنا تلاقي مثلا طفل صغير اتكلم فلما الصلاة تخلص الإمام أو أحد أبائنا الكرام ربنا يحفظهم ويبارك في أعمارهم يا رب يروح بسرعة كده الواد ده ابن مين؟ هو لو ابني أنا هخاف أقول ابني ليه؟ لأن أنا عارف اللي جاي هتقوم موقعة كموقعة مؤتة خلاص أنت أنت مش تربي ابنك يا حبيبي ده طفل صغير مش مسألة تربية مهما قلت له ما تجيبه طب عودنا الولد إن ما عادش يجي هاجي أجيبه بعد كده مش جاي طبيعي ان الولد يجي المسجد ولازم انا احببه في المسجد الولد اللي بتضرب في المسجد ده او بتشتم في المسجد او بيتهان او ابوك كمان بيتهان او الكلام ده مش هيجي والولد اللي انت ضربته امبارح ده وطردته من المسجد انا ببوس رجله بعد كده يدخل مش هيرضى المسجد بالنسبة له اصبح مصدر ارهاب الناس او الاباءنا الكرام اللي بيضربوا العيال في المساجد دول ارهابيين بصدق يخوفون العباده ويرهبونهم يخوف الولد اللي بكره ده هيكون شابه هيكون شاب وهيكون كبير فانت بتطرده من المسجد ما عادش جاي بدل ما تقول تعالى حبيبي صلي جنبي انا اعلمك لا لا ما تتكلمش هو حضرتك مفكر ان اولاد الصحابه كانوا بيسكتوا؟ لا والله ابدا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه والله إني لأدخل إلى الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه صلى الله عليه وسلم رحمة رحمة يبقى إذن أطفال الصحابة كانوا بيبكوا ما كانوا ساكتين الطفل طفل في أي زمان وفي أي مكان ف معاوية ابن الحكم السلمي أخطأ دون أن يعرف الحكم وما أحرجه رسول الله بل كان به رحيما ونحن نتعلم ذلك في حياتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يخطئ طفل صغير أيضا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأتاه الرجل حديث عند ابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه جاء شاب وقال يا رسول الله إئذن لي في الزنا. قال له أنا عايز أزني بس إديني يعني فتوى. قل لي يجوز. خلاص؟ يا رسول الله إئذن لي بالزنا. فقال الصحابة ما يعني أنت ما تقول؟ أنت عايز تزني وكمان عايز إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. لا سيبوه تعالى. تعالى. فاقترب الشاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نادى أو خاطبه هل ترضاه لأمك أنت اللي أنت عايز تزني بيها دي ما هي أم واحد أو أخت واحد أو بنت واحد أو عمة واحد أو, أو خالة واحد يا طيب أنت بقى هل ترضاه لأمك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله في قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم هل ترضاه لأختك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم هل ترضاه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يرضونه لبناتهم هل ترضاه لعمتك قال لا والله يا رسول الله قال ولا الناس يرضونه لعماتهم هل ترضاه لخالتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يرضونه لخالاتهم ثم قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه فلم يكن هذا الشاب يلتفت إلى شيء من ذلك بعد الشاهد أن هذا شاب أخطأ وكثير ما يخطئ الشباب صلى الله تعالى أن يحفظ علينا وعليكم النعم وأن يغفر لنا ولكم وأن يسترنا وإياكم شاب يريد أن يزني ويصرح بطلبه ذلك فيعلمه ويؤدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في محافظة من المحافظات بعد خطبة خطبة جمعة شاب يعني أبوه جاءني وقال ابني موجود في المسجد وكده وحقيقة ابني مبتلى وبيكلم بنات يعني عدد شعر راسه والكلام ده فممكن تكلمه فأنا قلت له ما فيش مشكلة اندهولي فجاء الشاب يعني فقلت له ما شاء الله تبارك الرحمن وجهك طيب يعني أنت تشبه أهل الصلاح ما شاء الله شكلك محافظ على الصلاة الوش منور معقول مع ان انا مقصر لا 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 ابدا ده انت شكلك كذا ومش عارف ايه وبتاع بس انا سمعت ان انت بتكلم بنات وكده قال اه بصراحه بكلم بنات وكده فيعني ايه فقلت له طيب يعني هل ترضى هذا لاختك قال له اه <applause> وده كان من يعني العجيب المضحك المبكي هل ترضاه لاختك قال له اه ارضاه يعني فيش مشكله يعني بس اهم حاجه اللي يكلمها يكلمها باحترام يعني مش فاهم يعني يعني احنا نناشد اللي بيكلموا اختك يكلموها باحترام يا اخي اتقي الله عز وجل يعني 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 تمام سبحان الله هذا الشاب قال لا واقسم على ذلك لا والله يا رسول الله جعلني الله في ذلك وده بيقول لي اه موافق بس يكلموها في حدود الاحترام يا اخي اتقي الله عز وجل طبعا يعني وقفت معه ولعل الله عز وجل ينفعه بما سمع منا اذا لو اخطا صاحبك كما اخطا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الرحمة لما أخطأ حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان ولكن إن أصحابك لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم فأردت أن أتخذ عند قريش يدا يحمون بها أهلي ومالي والله يا رسول الله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الايمان. قال عمر يا رسول الله دعني اقطع عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته التي ذكره الله عز وجل بها في القران قال مهلا يا عمر فلعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رحمه إنما هو رحمة صلى الله عليه وسلم رحمته امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك كما سيأتي معنا في اللقاء المقبل بإذن ربنا أسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم دائما على خير غفر الله لنا ولكم أحبتي قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته